أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وإليكم آخر الأنباء. الكاتبة ياسمين الخطيب تثير الجدل بكتاب جديد بعنوان ولاد المرض. العنوان حلو، عنوان صادم. اللواء نجم الدين محمود مدير المتاحف العسكرية، معركة عين جالوت انتصر فيها صلاح الدين وحرر القدس. انتهى يالا، فيلم واشتباه ما فيهوش صلاح الدين من اصله. احلف. أنجلينا جولي تطلب الطلاق من براد بيت. ومن أخبار السيسي، زيارة السيسي إلى نيويورك لخطاب الجمعية العامة للأمم المتحدة. أوباما: هناك حكومات استولت على السلطة عسكرياً. لاحظ أن كلامك جارح. ولقاء السيسي ودونالد ترامب في نيويورك. والجالية المصرية في نيويورك تستقبل السيسي. ما فيش زيه، وهو الوحيد اللي هيقدر يكمل مع المصريين. كركورة حزينة ولسه يتيمة. زاهي حواس: بردية قديمة تكشف أن الفراعنة أهلاوية. بيس يا مان بيس. ظهور بترول في موقع حفر مترو الأنفاق بمصر الجديدة. الهلالي واستعدادات العام الجديد، تحويل الكتب المدرسية إلى PDF. نقطع ورقة، حط الورقة هنا. قلنا بي طارت الورقة، ما طارتش. قلنا بي طارت الورقة. فوز الزمالك على الوداد المغربي برباعية نظيفة. وإليكم فقرة إطلاق أول رحلة طيران مصرية جميع أفراد طاقمها من الإناث. صورة الأسبوع. كان هذا موجز لأهم أنباء الأسبوع. فوتكو بعافية.